فاتورة استيراد الغذاء قد ترتفع ب 1.5% إذا لم تتساقط الأمطار، هو ما توقعه خبراء زراعيون بسبب الجفاف الذي يترصد البلاد، وهو الأمر الذي سيكبد خزينة الدولة مصاريف إضافية في عز التقشف. الجفاف هذا كلفنا 1.5% من الفاتورة اللي موالفين نستوردها، ومن 2020 رايحة تطلع كل عام الفاتورة إلى بلك من 800 حتى المليار دولار زيادة، وتلحق إلى ما درنا والو ب 20 مليار دولار من 2020. كما أشار الخبير الزراعي لأن محصول 2015 سيكون هشا وضئيلا بسبب عدم تساقط الأمطار الذي سيحيل اليد العاملة في القطاع إلى البطالة. ما عندناش كثير من المحاصيل منتجة محليا، علاش؟ تقريبا كل الأدوية، البذور، الماكينات كامل راهم مرتبطين بالأسواق الخارجية. الفلاحون من جهتهم يشتكوا من غياب مياه السقي التي قلصت محاصيلهم. الغلارة يجينا رقيقة من قلة الماء، الماء في الوقت تاعه ما يطغوش. شوف يا الأخ، الغلة سنة ما كاين والو، من جانب الماء ما كاش. هي مؤشرات تنبئ بارتفاع مرتقب في أسعار الغذاء بالجزائر إلى حين بلوغ مليون هكتار من الأراضي المسقية في 2019.